مساء الخير، شلونكم متابعيني؟ اليوم جيتكم بفيديو جديد ان شاء الله يعجبكم الفيديو. بديت وياكم بالبداية زكيت الزرع وبعدين غسلت الطرمة. قبل لا ابدأ امسح البيت اغسل الطرمة لمدة يتوسخ البيت، وهنا بديت امسح بالبيت بهاي الماسحة. انا صورتها وياكم اكثر من مرة لانه من ما اغسل الطرمه او الجراج وامسح البيت يتوسخ البيت، فلازم اغسلها قبلها. هذا الروتين ماتي كان روتين مسائي، هذا مو من الصباح يعني تقريبا من العصر. وراح اسوي وياكم اكله جديده وعشاء جديد ان شاء الله يعجبكم الفيديو، ابقوا ويانا للنهايه. هنا بعد ما خلصت المسح وخلصت كل شغلي اجيت دا اسوي شاي، وهنا دا اسوي شاي العصر بنص الحر ونشرب شاي. وهاي كانت العصرية مالتنا بسيطة، لازم نشرب شاي حتى اذا كانت حارة فلازم نشرب شاي. هنا راح اخلص العصرية مالتنا وبعدين راح ابلش بالعشاء. شنو راح اسوي عشاء؟ هنا عندي صدر مال دجاج راح اثرمه بمحضرة الطعام. قطعوا شلون ما تريدون، لان هو بكل الاحوال راح ينحط بمحضرة الطعام. هنا راح اسوي وياكم عشاء جوردن بلو بطريقة مختلفة. طبعا بالبداية راح اطحن الصمون على مود اسوي فتاة الصمون، او تريدون تشتروا جاهز، بس انا اكثر المرات ايبس الصمون اخليه بالمايكرويف او بالاوفن وايبسه واطحنه بهذا الشكل، ما يحتاج اشتري من برا. طبعا بس الصمون الفرنسي، الصمون الحجري ما يصير. وانطحن عندي بهذا الشكل، وراح اكمل كل الكمية بنفس الطريقة. وهنا ورا ما خلصت الصمون راح اخلي الدجاج واثر مناعم. طبعا هواي اكو طرق للجوردن بلو انا مجربتها، بس هاي الطريقة عجبتني لانه حسيتها كل السهلة. هنا راح اخلي الدجاج بمحضرة الطعام على مود اثرمه. وهنا ثرمته وصار عندي جاهز بهذا الشكل، صار مثل العجينة ناعم كلش. هذا المطلوب يعني انه يصير بهذا القوام. هنا عندي راح اتبل، هنا طبعا عندي بيضاية، هنا راح اتبل الدجاج، صدر الدجاج راح اخلي نص ظرف ماجي، وراح اخلي الباقي للبيض. طبعا حسب الملوحة اللي انتو تعجبكم. هنا راح اخلي بالبهارات، هنا خليت بودرة ثوم وبودرة بصل واوريجانو وفلفل احمر. انتو خلوا البهارات اللي تعجبكم، وخليت فلفل اسود. طبعا خليت ويا الدجاج وخليت ويا البيض ويا فتاة الصمون كل شي ما خليت. واذا تحسوا فاهي او قليل خليتوا ماجي خلو، تقدرون تخلون بعد ملح. هنا دا اخلي اوريجانو ينطيها طعم كلش طيب. وهنا جبت شوية فتاة من الصمون خليته ويا الدجاج على مود اعجنة وياه. طبعا انا استخدمت صدر دجاج واحد كامل، مثل ما تشوفون البهارات قدامكم. طبعا البهارات هي حسب الرغبة. وهنا خليت يعني تقريبا 3 خواشيق او 4 من فتاة الصمون، وراح اعجنه بهذا الشكل يعني على مود تصير وياي عجينة متماسكة. هاي تصير غدا وتصير عشاء. طبعا تقدرون تخلوها بالفريز، انه اذا ما تعجبكم تقلوها بنفس الوقت يعني تفرزوها. هنا راح اخبط البيضة ويا البهارات والماجي اللي انا خليته. هاي الأكلة كلش طيبة وأني عائلتي تفضلها.
هنا عندي افطر شرائح معلب غسلته كل زين، وهنا استخدمت هذا الجبن، استخدموا اي جبن انتو تحبوه على مود احشي بيه الدجاج. وهذا فتاة الصمون اللي انا طحنته. هنا راح اخذ كمية من الدجاج اللي ثرمته واللي تبلته وسووه بالشكل اللي انتو تريدوه، بس هذا افضل شكلين انا راح اسويهن وياكم. راح افتحها واخلي قطعة جبن واخلي افطر حسب الرغبة، كمية الجبن وكمية الافطر، واللي ما يحب الافطر تقدرون تستغنون عنه تخلون بس جبن، او تحشوها بالشي اللي انتو تريدوها، تقريبا تصير مثل كوباية الحلب. هي تصير يعني من ناكلها بالمطاعم تصير على شكل دائري، بس أنا أحب أسويها بهذا الشكل. هسه راح أسوي وياكم الشكل الدائري وراح تشوفوه. كلش طيبة وسهلة وسريعة وما تأخذ من عندكم أي وقت. أنا ما سرعت أبدا من الفيديو على مود تشوفوا كل تفاصيله، لأن التفاصيل مطلوبة. إذا يعجبكم هيك فيديوهات أو أكلات غريبة أو أي شيء أنتو تريدوا اكتبولي. طبعا أنا من أسويها أخليها بالبيض. هاي راح أسوي الشكل الثاني اللي أنا قلت لكم عليه، هذا الشكل الدائري. سدوها كل زين على مود لا يطلع الجبن. الافطر اذا طلع عادي، بس الجبن على مود بالتقلى ليضوجكم. بس سدوها مثل ما انا سديتها بهذا الشكل، هم تصير على شكل كباية بس اكبر منها. واذا عجبكم تسووها بحجم اكبر هذا الشي راجع لكم. هنا بعد ان حطيتها بالبيض راح ارجع اخليها بالفتاة واسويها بهذا الشكل. شوية اضغطوا عليها بايدكم على مود يلزق الفتاة. وكملوا كل الكمية بهاي الطريقة. وهنا صارت عندي كل الكمية، صارن 10. راح أخليها هسه بالفريز وأنتظرها نص ساعة شوية تلزم وبعدين أقليها. لازم تتخلى بالمجمدة وبالفريز لازم تلزم شوية. وهنا راح أسوي البوتيتا. هنا عندي بوتيتا غسلتها كل الزين وقطعتها وبالقشر مالتها سلقتها، وهسه راح أتبلها وياكم ونشويها بالفرن وتصير كلش مقرمشة. هنا راح اخلي نفس البهارات، همين راح اخلي بودرة ثوم وبودرة بصل وراح اخلي ملح، واني مخليه بمي السلق، هم مخليه ملح، وخليت اوريجانو نفس البهارات وفلفل احمر، وخليت خاشوقة ونص من النشا. وخليت بعد ملح على مود تصير عندي مالحة كل زين. هنا بعد ان خلطتها كل زين، خلطت البهارات والنشا، جبت تبسي وخليت عليها ورق زبده وصفطتها بهذا الشكل، وراح اخليها بالفرن الى ان تتحمص عندنا وتصير مقرمشه. صفطتها بهذا الشكل على مود تتقرمش كليتها، وشغلت الفرن من جوا ومن فوق. وهنا راح اجيب طاوة، بس الطاوة شوية تكون عميقة على مود اقدر احط بيها كمية زيت هواية. حطيت هنا زيت
وراح أبدأ أقلي بيها. طبعا ما راح أخليها على عين عالية، راح أخليها على عين متوسطة على مود لا يحترق عندي، على مود يستوي كل الزين من الداخل. طبعا هاي الأكلة ما تنأكل بالخبز، هواي عالم تاكلها بالخبز بس هي تنأكل بالشطرة والسكين. هنا استوت عندي وقرمشت بهذا الشكل. هنا حطيت وجبة ثانية وهذا الشكل الثاني وخلصت، قليت كل الكمية بنفس الشكل وهذا كان شكلها، كلش مقرمشة ومستوية من الداخل. وهذا شكل البوتيتا هم مقرمشة وكلش طيبة، جربوها بهذا الطريقة وراح تعجبكم. وهذا كان شكل السفرة مالتنا، إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو واستفاديتوا منه. شكرا لكم وشكرا للمتابعة، مع السلامة.